مع حالات معينه، ولغايه دلوقتي في حالات في المستشفيات بيصرف لها طبعا وفقا للحاله المورفين طبعا يعني. فاذا النبات ده ممكن يبقى ليه تاثير سام وقاتل، فما ينفعش اروح للعطار اقول يقول لي دي اعشاب. اعشاب ايه يا عم؟ ما ينفعش، لازم الدكتور يمسك. طيب دكتور، احنا بالنسبه للمشروبات ما هي الشاي وقهوه، وصحيح احنا الصبح مرتبط عندنا بده، لكن في حاجات تانية كتير، واحنا بنتكلم عن الحاجات الطبيعيه. حضرتك ايه الحاجات اللي حضرتك شايف ان هي مهمه واحنا ما بنبصش عليها؟ في نبات اسمه المورينجا. النبات ده موجود دلوقتي وفي منافذ بتبيعه. ده انا انصح الناس بانها تشربه كمشروب قبل النوم بالليل. كمية الأبحاث اللي عليه خطيرة على جميع أعضاء الجسم. وأنا نفسي متعود إن أنا أشربه، بيساعد على النوم، تنام مستريح، ما تبقاش قلقان. المورينجا اسمه المورينجا. وموجود في المركز القومي للبحوث على فكرة، وفي مركز بحوث زراعية، يعني في منافذ بتبيعه. منافذ البيع بتاعتهم طبعًا. هو المركز القومي للبحوث، دي جهات حكومية. والعطارين عندهم يعني. واكيد حضرتك مش غالي، لو بيتباع في الاماكن الحكوميه دي اكيد ده هيبقى مقارنه باي شيء. مش ده مشروب، كميه الدراسات وكميه المضادات الاكسده اللي فيه اللي بتفيد في علاج كثير والوقايه من الامراض غير عاديه. فانا انصح باستعماله. ده مشروب ساخن بيتعمل بنفس الطريقه بتاعه الشاي والقهوه، زي الشاي واليانسون اي حاجه. تمام. وبالنسبه بقى للحاجات اللي هي المعتاده، مفيد للجلد على فكره، مفيد للبشره، مفيد لسقوط الشعر، مفيد جدا يعني لنارة البشرة. وبالنسبة للحاجات بقى اللي هي الكركديه والدوم دي طبعا المشروبات كلها دي كلها كويسة، ما عدا العرقسوس لازم نحذر من حاجة. العرقسوس مشروب كويس لكن له تأثير مثل الكورتيزون. الكورتيزون بينفخ الجسم، ممكن بيحتفظ بالمية، وبالتالي المريض اللي عنده كلى أو الضغط العالي ما يشربش عرقسوس نهائي. كلى او ضغط عالي، انما الانسان العادي ما عندوش مشكله. طب بمناسبه بقى يا دكتور الضغط العالي وكده، لان في ناس كمان يعني قريب سمعنا مثلا حد زي دكتور حسام موافي وهو استاذ طب عظيم بيتكلم على ان فكره التعامل مع علاج الضغط بالكركديه والكلام دوت يعني له تاثيرات مضره احيانا. البعد عن الطبيب غلط. تمام، يعني حتى لو اي شيء بيتم بشكل طبيعي لازم الدكتور. يتم من خلال يعني الكركديه بينزل في حاله ممكن تبقى مناسبه لبني ادم ومش مناسبه لبني ادم تاني. ما هو الضغط العالي ده قد يكون ليه اسباب. احيانا في مشكله في الكلى هتعلي الضغط، فلازم اعالج المشكله في الكلى، مش اشرب كركديه. فهو الكركديه بينزل الضغط، ولكن لازم من يصف لي هذا الطبيب المتخصص.